التلاتة دي مهمة جدا جدا جدا. لو حضرتك ضابط تاني او حضرتك ضابط تشيف اوفيسر او سيرد اوفيسر، او لو انت بتدرس في الدراسات الاساسيه او حضرتك رايح انترفيو، انت ممكن تتسال على القاعده رقم 3 اللي هي بتتكلم عن الجنرال ديفينيشنز. يبقى اذا دي القاعده دي مهمه جدا زي ما انتم شايفين انا كاتب عليها مهمه جدا، وهبتدي احفظها زي ما حضرتك شايف اللي هي ما معنى كلمه فيزل، كل أنواع الوحدات العائمة بما في ذلك الوحدات ليس لها إزاحة في الماء، أو الطائرات الملاح المائية التي تستخدم في النقل المائي. تمام كده؟ يبقى ده تعريف الفيزل. لو جينا هنا هنلاقي هنا تعريف الفيزل بالإنجليش: The word vessel includes every descriptions of watercraft including non-displacement craft and also wake craft and seaplanes used or capable of being used as a means of transportation on water. يبقى ده تعريف اللي هو السفينة زي ما اتفقنا، دوت هيبقى حفظ وحاجة مهمة جدا. بعد كده هنروح على حاجة تانية اسمها Power Driving Vessel او سفينة آلية. ما معنى كلمة سفينة آلية؟ هي كل سفينة تسير بالآلات او بالبروبيلر ماشينري. زي ما انتم شايفين هنا the term Power Driving Vessels means any vessel propelled by machinery. يبقى أي حاجة بتقدر تمشي من خلال الأجهزة، ده المقصود بيه بالباور درايفنج فيزل. بعد كده عندنا المصطلح الثالث اللي هو التعريف الثالث اللي هي السيلينج فيزل أو السفينة شراعية. هي كل سفينة تسير بالشراع حتى وإن كانت مزودة بآلات محركة طالما لم تستخدمها. بمعنى إحنا عندنا السيلينج فيزل بتقدر تمشي بالشراع وبرضه هي فيها بروبيلر ماشينري. امتى انا اقول عليها ان هي سيلينج فيزل؟ لو هي ماشيه بالشراع فقط لا غير، وما استخدمتش اللي هي البروبيلر ماشينري بتاعتها. يبقى هنا the term sailing vessels means any vessel under sail provided that propelling machinery if fitted and is not being used. يعني هنسميها sailing vessel طول ما هي ما استخدمتش الايه البروبيلر ماشينري بتاعتها. عندنا بعد كده اللي هي المصطلح سفينه قائمه بالصيد، vessel engaged in fishing. المصطلح ده معناه اي سفينه تصيد بشباك الجر او شباك التحويط او اي جهاز صيد اخر يحد من قدرتها على المناوره، ولكن لا تشمل ذلك سنانير الجر أو أي جهاز صيد آخر لا يحد من قدرتها على المناورة. يبقى إذا ما معنى كلمة سفينة قائمة بالصيد؟ هي أي مركب بتستخدم أداة صيد أو أدوات صيد، وأدوات الصيد دي مخلية عندها مشكلة أو مش قادرة تناور كويس كما ينص عليه القانون بتاع منع التصادم. يبقى هنا The vessel engaged in fishing means any vessel fishing with nets and lines and trawls or other fishing apparatus which restricted maneuverability but does not include the vessel fishing with trawling lines or other fishing apparatus which does not restrict maneuverability. يبقى اذا لو في restriction او في restricted على المانوفر بتاع المركب، يبقى اذا دي كده اسمها fishing vessel. تمام. بعد كده عندنا سفينه او اسف طائره مائيه اللي هي السي بلان، اللي هي اي طائره مصممه للمناوره على المياه. تمام كده. يبقى a seaplane include any aircraft designed to maneuver on the water.